مع وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض يطفو على السطح من جديد ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي وخيار حل الدولتين وبدائله، وهو الملف الذي كان محور آخر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية في سبتمبر عام 2020 على عينة من الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي. وأظهر الاستطلاع تأييد 43% من الفلسطينيين لفكرة حل الدولتين من حيث المبدأ، في المقابل معارضة 56% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لهذا الحل، بينما أظهر الاستطلاع تأييد 42% من الإسرائيليين اليهود لحل الدولتين، في حين رفضه 46% منهم. وفيما يتعلق بواقعية تطبيق حل الدولتين، رأى 76% من الفلسطينيين انعدام فرص تطبيق الحل. أما بين الإسرائيليين فإن نسبة الاعتقاد بأن الفرص منعدمة تبلغ 78%. وعند سؤال الجمهورين الإسرائيلي والفلسطيني عن إمكانية قيام كونفدرالية بين الدولتين، أيد 30% من الإسرائيليين الاقتراح، وهي نسبة قريبة للتأييد الفلسطيني للفكرة والتي بلغت 29%.